يعني ايه بيقدم لها خدمه؟ يعني بصي، في رجاله كده بتبقى ظهر سند، في ست عايزه راجل سند، في ست تقول لك لا انا مش فارق معايا السند على فكره، انا ابويا كان سندي وانا تمام، انا سند نفسي. في نوعيات كده على فكره، بس انا محتاجه المسؤوليه معاها مثلا. انا سند، انا بقدم لما مثلا الحاجه تحصل، هي عارفه انها ترفع سماعه التليفون، الراجل ده هيقوم بالمهمه. في ناس عايزه، وفي راجل بيبقى طول الوقت محتاج. فاحنا مختلفين، فاحنا لو احنا النهارده بسطنا جدا الامور على بعض، وجينا كل واحد فينا عارف لغة الحب بتاعت التاني، ان انا لو عملتها له الاول، انت المفروض تعرفي اللغة بتاعتك. انا على فكرة انا ابتديت اعمل الكلام ده حتى مع الاطفال، يعني انا مع اولادي، انا مثلا من الصغر افهمهم. انا عندي بنت تحبني احضنها، بنت تانية تقول انا ما بحبش تلزيق، هي بيحصل صح، فيه هي شخصيتها كده صح. فلكن لو جبت لها شوكولاتة تنبسط قوي. وفي ابني مثلا يقول لي بص انا بحب قوي لما بنقعد نتكلم مع بعض. فانت ابتديتي تفهمي حتى اولادك محتاجين ايه، ايه اللغه بتاعتهم اللي اقدر اوصل لهم من خلالها. لكن هي الفكره ايه، بابا بيجيب شوكولاته، طب انا على فكره مش عايز شوكولاته، طب انا مش عايز هديه على فكره. في اولاد في حياتنا، ويجي لي اتصال يقول لي ايه، انا حاسه ان ابني مختلف، ما بيحبش الهدايا زي اخواته. مش لازم، احنا محتاجين نفهم هو العملة بتاعته ايه. في العلاقات نفس الكلام، راجل او ست. طب حضرتك شايف ان الواحد يغير اصلا من نفسه ولا ما يغيرش من نفسه حتى لو حاجة كويسة؟ طيب احنا 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 هقولك، احنا مختلفين. في حد عنده استعداد ان هو يغير من نفسه ويبذل مجهود يرتقي بشغله، يرتقي بحياته، يرتقي ببيته؟ وفي حد انا بقولك انا سيبني كده، انا تمام، يعني لا يستوي. فالفكرة هنا، إن الفكرة إن في شخص عايز يجتهد وعايز يبذل مجهود ويترقى في شغله ويكبر في حياته ويرتقي ويوصل لحاجات كتير جدا. بتيجي منين؟ بتيجي منك أنت. أنت بتبذل مجهود وبترتقي ببيتك، بترتقي بعلاقتك بولادك، بترتقي بعلاقتك بناسك. الفكرة هنا إن لما بيحصل تغيير، وانا ده شفته في ناس كتير جدا وانا اقولهم، لما بيحصل تغيير البيئه المحيطه بتاعتك بتتغير لوحدها اوتوماتيك. وشفت ده في حياتي، يعني انا الكلام ده ما قريتوش جاي اقوله لك. أيوة. انا عشت ده، عشت لما كنت في بيئه معينه وغيرت من نفسي وبذلت مجهود ارتقيت، وشفت ناس كتير ارتقت. قد ايه فرقت مع حضرتك؟ يعني حياه تانية خالص. واجي اقول لك حياه مختلفه تماما، وناس كتير حصل معاها كده، ناس كتير. انا ايه اللي ناقصني النهارده؟ ايه اللي انا محتاج اغيره من نفسي؟ ايه اللي محتاج افهمه عن نفسي؟ الحته دي طريق ما فيهوش محطه وصول، هي رحله. رحله. في حد اكتفى بص انا موظف تمام، حد خلاص بص انا يعني ايه الست اللي معايا زي الفل، نقبل بعض عشان خاطر العيال ويا عم وخلاص ماشيه.